باتت هذه مشاهد في شوارع بغداد وبقية مدن العراق مألوفة للجميع مع الارتفاع الطردي لأعداد المتسولين مع أعداد العاطلين عن العمل، فهؤلاء يعتبرون في أحيان كثيرة بمثابة المعيلين الوحيدين لعائلاتهم، لا سيما بعد قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وانعدام فرص العمل. ماكو عمل، احنا جدي هنا يا عيشه هاي ادري يوميه يجينا واحد ايه هسه وهاي وماكو ادري ابال هيك العيشه هاي وبالحال انا حال ابال بهاي الاشاره جدي. تشكل حالة هذا الرجل نموذجا لأعداد بات من الصعب إحصاؤها من المتسولين، وهو ما أثار مطالبات عديدة للسلطات الحكومية بالتدخل للحد من استفحال الظاهرة. حاليا موجودة في الطرق وفي المجمعات وفي المكانات السياحية ظاهرة التسول بشكل كبير وملفت للنظر، تستدعي تدخلات من قبل الأجهزة الأمنية التنفيذية الخاصة بهذا الجانب. هذه المطالبات تقابلها اتهامات من وزارة الداخلية لعصابات الجريمة المنظمة، مؤكدة أن هذه الأخيرة هي المسؤول الأول عن تفاقم ظاهرة التسول. أشخاص يقومون بالتسول يعني بشكل فردي، بشكل حاجة، بشكل، وكثير من العصابات الجريمة المنظمة أيضا تقوم بتأجير وتوزيع للمتسولين. التسول في أحد أغنى بلدان العالم نفطياً ليس مجرد مشكلة اجتماعية أو ظرفية، بل إنه نتيجة حتمية لإفرازات حقبة تعكس صورة العراق الجديد المتخم بالأزمات المركبة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب الرعاية الاجتماعية وتغلغل الفساد في جميع مفاصل الدولة.